إذن للحديث أكثر ينضم معنا وكيل وزارة البيئة عبر الهاتف الدكتور جاسم الفلاحي. أهلا بك سيدي الكريم. بداية، يوم كان أو نتحدث عن ما مدى خطورة التصريح الذي قاله السيد وزير البيئة، قال العراق يمر بأزمة جفاف حقيقية، ألا ينذر ذلك بأن كارثة بيئية وشيكة ستحدث في القادم قد تؤثر على البيئة الطبيعية إجمالا في العراق؟ شكرا جزيلا لحضرتك ولقناتكم الكريمة. بالتأكيد اليوم نحتفل باليوم العالمي للبيئة، والعراق حال بقية دول العالم يحتفل، وبمثل ما تعلمون بأن القطاع البيئي اليوم أصبح قطاع قائد وله أولوية في برامج عمل الحكومات لما تعانيه البيئة بشكل عام والبيئة العراقية بشكل خاص من تحديات جدية أفرزتها ظروف كثيرة مرت بها، خصوصا أكثر من 4 عقود من الحروب وعدم الاستقرار ومواجهة التحديات الإرهابية نيابة عن العالم وتقادم البنى التحتية. بالتأكيد الجفاف هو واحد من أهم التحديات الكبيرة اللي يواجهها العراق ضمن مفاهيم التغيرات المناخية اللي صنفت العراق تقارير الأمم المتحدة على أنه واحد من أكثر 5 دول في العالم تضررا في موضوع التغير المناخي لجهة تراجع الإيرادات المائية بسبب هي العابرة الحدود من دول المنبع، بالإضافة إلى تأثير التغيرات المناخية، ارتفاع درجات الحرارة وارتفاع نسب التبخر، وكذلك تناقص معدلات التساقط المطري. طبعا بالتأكيد هذا أدى إلى تراجع الإيرادات المائية بشكل كبير وتدهور في نعم دكتور، أن التغيرات المناخية هو من أولويات التحديات البيئية اللي يواجهها العراق، ولذلك لدينا سياسة عليا واستراتيجية فيها كل الجهات ذات العلاقة سواء كانت حكومية، مجتمعية، بحثية، أكاديمية، حكومة إقليم كردستان، منظمات مجتمع مدني، القطاعات الخاصة، القطاع الخاص، لرؤية واضحة واعتبار التغير المناخي تحدي، وهذا بالتأكيد تمخض في استراتيجية بنيت على معادلات وسيناريوهات موضوعية تمثلت في تشجيع الحكومة. ولأول مرة وجدنا بأن البرنامج الحكومي لدولة السيد رئيس مجلس الوزراء تضمنت محور البيئة والتغير المناخي والطاقات المتجددة، بل ولأول مرة في هذه الحكومة كذلك تم تخصيص مبلغ ضمن الموازنة الثلاثية لقطاع البيئة والتغير المناخي والطاقات المتجددة بمقدار 10.8 مليار دولار لقطاع النفط، خصوصا لاستغلال الغاز المصاعد ومشاريع تحويل الدورات البسيطة إلى مركبة، منع حرق الغاز المناسب واستغلاله، فك الاختناقات المرورية، مشاريع اللي تجرى الآن في بغداد، استخدام النقل الجماعي واستخدام والشروع ببناء المترو، مشاريع في قرار دولة رئيس الوزراء بدعم الفلاحين الذين يستخدمون التقنيات الحديثة بالزراعة، خصوصا استخدام المرشات وآليات التنقيط والتي تساعد في توفير الخزين الاستراتيجي للمياه وتحقق الأمن الغذائي. إذن إجراءات كثيرة بصراحة على مستوى الدولة لمسناها الآن ونعمل بشكل جاد على تطبيقها، بالإضافة إلى إقرار استراتيجية وطنية لمواجهة التلوث البيئي وإقرار استراتيجية وطنية لحماية وتحسين البيئة، بالإضافة إلى أن وزارتنا استكملت بالتعاون مع الفريق الوطني خطة التكيف الوطنية. بالتأكيد التصحر والعواصف الغبارية هو تحدي أيضا كبير جدا، وهذا ناتج بالتأكيد من تحرك التربة وتناقص معدلات التساقط المطري. نعمل الآن على استراتيجية جديدة لحصاد المياه، وبالتأكيد المفاوضات مستمرة مع دول المنبع. زيارة فخامة الرئيس التركي للعراق أضافت طريق جديد ورؤية جديدة لدعم توجهات العراق بالحصول على الأمن المائي، وبالتأكيد هنالك مشاريع كبيرة تصب في خدمة تحقيق أهداف التنمية المستدامة ومواجهة تأثيرات التغيرات المناخية.
دكتور جاسم، هل كلام حضرتك لربما يشمل كردستان، على اعتبار أن أذكرك فقط كان قبل يوم هنالك لقاء بالسيد وزير البيئة مع مجموعة قيادات بارزة في كردستان وبحضور الأمم المتحدة، كان الحديث يتمحور حول لربما مناقشة التحديات التي تواجه البيئة العراقية. نعم دكتور، هل تسمعني حضرتك؟ يعني تسمعيني واضح؟ نعم أسمعك، تسمعيني؟ تفضل حضرتك. نعم بالتأكيد وزارة البيئة منفتحة للتعامل مثل، لأن وزارة البيئة بتنفيذ التزامات العراق الدولية كوزارة اتحادية، وبالتأكيد سلامة وصحة البيئة في إقليم كردستان هي جزء من منظومة الإصحاح البيئي في العراق ككل. الزيارة طبعا شملت اللقاء مع قيادات، وكان هدفها الحقيقي هو توثيق الروابط ما بين وزارة البيئة الاتحادية وهيئة البيئة في إقليم كردستان، بالإضافة إلى أن جهودنا كان منصب على معالجة التلوث البيئي في نهر تانجرو، وهو واحد من الفروع المهمة التي تزود سد دربندخان. نعم نعم، نود أن نشكرك على انضمامك معنا وكيل وزارة البيئة الدكتور جاسم الفلاحي، شكرا جزيلا لجانبكم الكريم.